عسلمة. اليوم نحب نسأل دو كيستيون كبار وجينيرال أي شاب تونسي. قداش من واحد في السال عدى 12 ساعة ولا أكثر في قهوة من غير ما يعمل حد شيء، جيس قاعد يحكي مع أصحابه، نحب نشوف إيدي. كيس كيس أي شاب تونسي. دوزيام كيستيون، قداش من واحد قعد قدام سوشيال ميديا كمبيوتر نتاعو أكثر 15 ساعة ولا أكثر من غير ما يعمل شيء، جاست شاتينغ. يس اي ديد ذيس، هذا كل عملته على خاطر شنو؟ جاست كيما عادتنا في تونس واللي نشوفها عادة خايبة شوية واللي تعدت بها مرحلة كبيرة ياسر. قصتي بدات من الهاي سكول ليسي. ليسي عديته قوي. All my time في 12 ساعة 15 ساعة قهوة، نعمل في شيء، نمشي القهوة نتقابل أصحابي هذا وهذا وهذا ونحكيو حكاية تافهة، قطعوا يريشوا باز. دونك وقتي كادو كله في قهوة سوشيال ميديا. سوشيال ميديا بي سي كان ما يفرقنيش، نوصل حتى ل 24 ساعة قدام الفيسبوك ما نعمل فيه شيء، تشاتي نحكي مع هذا نحكي مع هاكي. دونك كله كان وقتي مانيش نعمل فيه شيء، لا في ليتود نتاعي لا حتى شيء. دونك ريزولتا بكالوريا جايب 9، انجلي 9 من 20، فرونسي 5 من 20، ايه المات 5 من 20. كيفاش؟ وين ماشيين؟ دونك في لورينتاسيون توا جات لوبورتينيتي اني توا يوم الحسم كما نقولوا، بعد الباك نتاعك باش تحط وين تحب تمشي وين تحب تقرا. دونك حطيت باغمي لي شوا نتاعي اي سيتيامون حطيت تكستيل، تكستيل جيني تكستيل في زاد قصر هلال. ما عرفتش كنت متخوف منها ما نحبش، خياط نطلع خياط يعني، معناها بعد ما قريت هذا كل كاش نطلع جرت خياط ونمشي للمعمل ونمشي هذا كانت حاجه مش متوقعه، لكن I need to take the consequences نتاع الفيلر نتاعي ونتاع الباد تايم مانجمنت نتاعي. So, لهني I said I need to wake up. يز نحب نفيق روحي نفيق وقتي وين ماشيين. دونك أول حاجة حبيت نبدأ بها I want to speak at least one language. شلون اللغة اللي نجم نحكيها؟ العالم فاش يحكي؟ وين ابن العالم؟ أونجلي. So I choose لونجلي باش نبدا نقرا. هب التسعة هذيك تولي 19 قولوا 20. دونك حبيت نبدل واخترت اني نبدل باللونجلي ونتعلم اللغة. شو عملت؟ في بعد الباك وفي البريميير اني يونيفرسيتي جيني تكستيل في الصيف بعد كما قرايتي سكرت على روحي الباب، ما عادش نحب نحكي مع حتى انسان من قريب او من بعيد، نحب نقعد من روحي ونبدل من روحي. دونك ذاتس وات اي ديد، سكرت على روحي الباب مدة 3 شهور، جوست الماكلة انترنت، وي هاف ذا بيجست
بيبليوتيك في العالم في جيوبنا سمارت فون تايب اني ثينج يو وانت جيك دونك حلت حطيت البي سي نقرا عليه ثلاثة شهور مسكر الباب نقرا كان في الانجلي حتى وين جات الاوبورتونيتي اني شاركت في توماس جيفرسون كان تخرجي 2013 وكانت البورس اللي قضيتها توماس جيفرسون سكولرشيب بروجرام باش نجم نقرا عام في امريكا التام اللي تحبه انت من غادي جات الشانجمون اللي شفته غادي الكولتور اللي شفتها غادي اني مره انو صحابي توانسه متعودين قهوي وفي تونس ونمشي واحد دخلنا القهوه قلنا له نحبوا اكسبريس اوكي نقعدوا خذينا قهوينا وقعدنا في السار نشوف الناس اللي موجوده الكل انا مش موجودين برشا هما لكن لي كاسي ويغزونا ويضحكوا علاش شو عملنا بعدها فقط اللي يجي الغادي بيجيش ياخو قهوته ويقعد سواء باش يجي يقعد ياخو قهوته ويقعد ويتكلم في بزنس ويخدم سواء يهز قهوته ويمشي من هيك عرفت الامبورتونس نتاع التايم مانجمنت ان نحن قاعدين نخسروا في وقت برشا وقت قريت في سبوكين كوميونيتي كوليدج واشنطن ستيت تخرجت بليسونس اخرى سيرتيفيكا اخرى away from my field of study electrical ما عرفش علاش دونك كنت انتريسي برشا بالالكترونيك والمينتونس 2014 تخرجت اما تخرجت برشا شونجمون راديكال في 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 في, في المايند سيت في التفكير انه قلنا الوقت اللي كنت نخسره ما عادش نحب نخسره وقت اللي نشوف روحي في امريكا بورسي من عند الدوله وكي نمشي للكلاس سبعة متاع الصباح جي ريتار وقت اللي امريكي غادي يخدم 3 جابس ويجي اون تايم بالحق وقتها احزنت على روحي وحزنت على تونس الكل على خاطر اني نمثل شعب كامل غادي I didn't represent good لكن حبيت نعمل شونجمون في حياتي وفي في الدولة دونك رجعت 2014 لتونس قلت I need to change myself I need to change the whole country if I can so كملت الماستر ديجري متاعي 2014 ل 2016 I used every single moment of my day volunteering community service doing all civil society حبيت ندخل للمعترك الحياة درجة بدرجة وين جات ليدي متاعنا انه بعد الماستر ديجري فكرنا في مشروع ينجم يبدل الفيوتشر بتاع التكستايل في تونس بدينا في اخر البي اف او نتاعنا في ازاد قصر هلال عملنا ان تيسو ان بار ريسبيرون اللول في تونس واللول في العالم يحمي الوليدات الصغار من اللي ليكيد سخان كي تصب عليه زيت ولا تصب عليه مي سخون ما يتعداش البدن بات ان ذا سيم تايم يخلي الجلد نتاعو تتنفس واي واي وير دوينغ ذيس على خاطر مرض العصر الاوتيزم المراه خايفه على ولدها تحبو اون تيرم دو سيكوريتي ديما بحذاها دونك اسهل حاجه ليها انها تعطيه تابلت سمارت فون وقعد غادي سيف اللي كون له الاوتيزم دونك نحن اش حبينا الطفل لازم يخرج يبل روحه يمسخ روحه يكتشف خاطر الناس الكل صغار يبداو جيني
It will do digini. نحن نقتلوا فيهم كل بذرة هذيك. We want them to get back. خذ و invent. Donc, we invented a t-shirt that prevents any hot liquids, any liquid سخون يتعدى البدن وما بتون يخلي البدن بتاع صغير يتنفس. Donc, startup based في مستير, تكنوبول مستير. عندي الفيديو. Jihed Saad is a Tunisian inventor who holds a master's degree in management of clothing industries. The 26-year-old graduate and his friends have developed a material for use in shirts. It protects children from being scalded by hot liquids. The first idea came up with in our master degree, in the first year of master degree, the final project we're doing in master degree, where we start thinking of a project that gonna make us win and make a better grades. Jihed is now looking for investors in order to develop the project. Team of four like started the invention and the project. So now we are in the process of production, of prototyping and production. We're looking for markets. We're looking also for the help of the government to support young entrepreneurs. Slim is the inventor's mentor. The two men live in two distant cities, but they have believed in the same idea. I supported Jihed in this project because I believed in his idea. He's talented, like thousands of youths in Tunisia and Africa. We must help students realize their dreams. The 26-year-old graduate cares about the social responsibility of companies. He has vowed to hire up to 40% of single women in his future textile factory. Jihed Saad belongs to the new generation of researchers who were educated in public schools and universities. The inventor encourages all Tunisian and African youth to dare to dream and be creative in order to improve people's everyday life. Adnan Chereshi, CGTN, Tunis. This is exactly what project, well, main goal of that project. اللي نحبوا نقولوا من البروجكت والخدمة هذه كلية أنه مش كان جهاد يعمل هذا فما في تونس شباب ينجم يعمل كيف جهاد وخير من جهاد دونك هذا المساج نحبوا نوصله لكل شاب you can do it and you deserve to be the best thank you so much